زميلتنا العزيزة سارة حامد موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة عشان مشكورة تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في فروع النادي الأهلي المختلفة. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اهم وابرز الاخبار والامور اللي متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن يعني خليني اقول لكم انه الفريق يعني بدا التدريب النهارده في الفتره الصباحيه، يمكن التدريب بدا يعني من 5 دقائق على ملعب مختار التتش، ولكن قبل التدريب يعني كان في زي اجتماع عقده مستر مارسيل كولر والجهاز الفني مع لاعبي النادي الاهلي للحديث يعني عن الفتره القادمه، وطبعا بدايه بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي بكره ان شاء الله مع نادي الاسماعيلي. يمكن بكره ان شاء الله النادي الاهلي يعني يفتتح مشواره في بطوله الدوري على موعد مع نادي الاسماعيلي في تمام الساعه 5 مساء على استاد او ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن كان بيتكلم معاهم عن اهميه المباراه، وطبعا يعني لا بديل عن الفوز في المباراه دي، طبعا اول مباراه في بطوله الدوري. كمان اتكلم معاهم عن بعض الامور الفتره القادمه، وكان كمان في محاضره ما بينه وما بين لاعبي النادي الاهلي. بعد كده اللاعبين يعني جميع اللاعبين بداوا التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، وان شاء الله النهارده يا كريم ونهواند بعد التدريب الفريق يعني والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لبرج العرب عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراة ان شاء الله مباراة غد امام نادي الاسماعيلي، وطبعا عشان الفريق يكون في حالة تركيز شديدة قبل المباراة ويستعد بشكل قوي لمباراة غد. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الألعاب الأخرى وكتيبة يعني كرة السلة. رجال كرة السلة طبعا معاهم مستر أوجست بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي. يمكن خليني أقول لكم إن بعد البطولة العربية مستر أوجستي قرر إنه يريح جميع لاعبي النادي الأهلي لعدة أيام من التدريبات، وبكرة إن شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يعني خلاص يعني بقية البطولات هتبتدي إن شاء الله الفترة القادمة في الموسم الحالي. يمكن بعد 5 أيام هتبتدي بطولة الدوري المرتبط، وهتبتدي على مجموعتين، المجموعة أو الدورة المجمعة الأولى ودورة المجمعة الثانية. دورة المجمعة الأولى هتكون يوم 21 22 23، وبعد كده دورة المجمعة الثانية هتكون يوم 25 26 و27. ومش بس دي البطولة اللي هيشارك فيها النادي الأهلي إن شاء الله يا كريم الفترة القادمة، كمان في بطولة كأس مصر وبطولة الدوري المصري أو دوري السوبر استكمال بطولة منطقة القاهرة، والبطولة الأكبر في الخمس بطولات وهي بطولة البال أو بطولة أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في رواندا واللي هيشارك فيها النادي الأهلي كبطل للدوري المصري. فكل البطولات دي ان شاء الله هيشارك فيها يعني رجال كره السله الفتره القادمه، واللي هيقدروا فيها ان شاء الله ان هم يعني يصالحوا جميع جماهير النادي الاهلي بعد خساره البطوله العربيه، وان شاء الله يعوضوا فيها ويفرحونا طبعا بالفوز في جميع البطولات. كمان يعني الاتحاد المصري لكرة السلة امبارح يا كريم يعني اعلن ان النادي الاهلي ان شاء الله يعني هيشارك كمان في البطولة السادسة الموسم ده، وهي بطولة السوبر المصري، وان شاء الله يعني هو كبطل الدوري المصري وكبطل كاس مصر هيكون يعني في المباراة دي بيشارك امام نادي الاتحاد السكندري، وان شاء الله البطولة دي هتكون يوم 12 يناير في 2023. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان يعني سيدات كره السله معاهم طبعا الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، النهارده ان شاء الله هيستكملوا بقيه المباريات في بطوله دوري المرتبط، والنهارده ان شاء الله هتبتدي الدوره المجمعه الثانيه امام نادي مدينه نصر. النهارده ان شاء الله المباراه الاول يعني دوري اول الفريق المرتبط هيلعب الساعه 6 مع نادي مدينة نصر، بعد كده الساعة 8 الفريق الأول هيلعب أمام الفريق الأول لنادي مدينة نصر، وبكرة إن شاء الله المباراة الثانية هتكون أمام نادي البنك الأهلي، والمباراة الأخيرة في الدورة المجمعة الثانية هتكون أمام نادي الشمس. دي كانت كل أخبارنا النهاردة يا كريم ونهواند طبعا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم وكمان جميع الفرق الرياضية الأخرى، وطبعا بتمنى كمان التوفيق النهاردة للفريق الأول لكرة اليد رجال إن شاء الله يعني في مهمتهم النهاردة الصعبة وبدايتهم في مشوار يعني سوبر كلوب أو كأس العالم لكرة اليد اللي هتقام إن شاء الله النهاردة في مدينة دمام بالمملكة العربية السعودية، وأول مباراة أمام مودر السعودي. يعني أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك أنا هواند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا جزيلا، الشكر زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية.